ربابي بوجوه الناس الكذابي حوالي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير بسكر بابي بوجوه الناس الكذابي أهلي وحبابي وعم داري حلمي الصغير فهمت عليك يا خالتي. خلينا ننسى كل شي صار بين العيلتين. بترجاك يا خالتي رجاءً. أروش وسميرتي بيحبوا بعض كتير وبدهم يتزوجوا، لا تمنعيهم رجاءً، بس كرمال سعادتهم. أنا محظوظة كتير، هدول وقعوا بالفخ لحالهم. أخي بس ولا كلمة. أنورا، هذا الموضوع أكبر منك. تعرف هاي تاني مرة بيجينا طلب الزواج هاد، وأنا ما فيني أرفض لك أي طلب. خالتي بعرف إنه أنا مو لازم أحكي معك، أهلي هن لازم يفتحوا الموضوع معك. بس شو بدي أعمل؟ بصراحة أمي صحتها مو كتير منيحة، هي بالتخت وبابا راح عنده شوية شغل. أخيراً الفرصة إجت لخلص عليهم وارتاح. استني شوي. ما عم أرفض طلبك أنوراج، اسمعني أنا ما بعرف شو بدهن أهلك منا لسه، بس سعادتي أنا من سعادة أروش. وإذا هو بده يتزوج أختك فأنا ما في عندي أي اعتراض. خالتي عن جد شكراً إليك، فرحتيني بهالحكي هاد. ماشي خالتي، بدي أطلب منك طلب. إذا أنت ما عندك مانع فينا نعمل الخطبة اليوم، شو رأيك؟ إيه حلو، ايه عجبتني الفكرة هاي. خالتي شكرا كتير لانك وافقتي، بشوفك المساء. شكرا عن جد. اختي الف مبروك. هي وافقت. شكرا اخي، فرحتي ما بتنعطى لحدا، كله هذا بسببك. هالمرة رح اعمل شي خلي أنوراج وماهي يموتوا على الاكيد كمان. اوه هشيم كتير منيح، أكيد رح أشوف أنوراج وماهي عم يموتوا قدام عيوني. ما هي حبي الوحيد، هي حبيبتي وهي حياتي. ماما سواتي وينكن؟ يلا نحن رح نتأخر. نحن جاهزين، اجينا. يلا. بس شو هاد؟ أنا ما رح أتزوج اليوم، رح تصير حفلة صغيرة بس. تصرفي وكأنك رح تتزوجي، لهذا السبب نحن بدنا نكون جاهزين. شو قصدك؟ خلصنا، حاجة تضحكي وقولي شي كلمة. خبروني أنتو شو عم تحكوا؟ بترجاكم احكوا. ماما، أنتي طالعة كتير حلوة اليوم، وأنتي شوي بس.
شو بدكن تحكوا ولا بدكن تضلوا عم تحكوا مع بعض هيك؟ الموضوع مميز، انتي رح تصيري عروس ماهي. شو؟ عروس؟ ايه بنتي أخيراً رح تصير عروس، لأنه سميرتي اتصلت فيني وقالت لي خلال حفلة خطبتها هي وأروش بدها تعمل حفلة خطبتك أنت وأنوراج. كيف؟ مرحبا. مرحبا. أهلا. مرحبا. مرحبا. أهلا. مرحبا. أهلا فيكي. ما في داعي تتوتر وتنتظر كتير، رح توصل قريبا. ليك هي وصلت. خالتي كيفك؟ مرحبا. أهلين. أهلين فيك ابني. مساء الخير. حكيت السيدة أهلوات كتير مبسوطة، وكمان هلأ هنتها لماهي وقالت لها تجي تحضر الحفلة، بس قالت إنه تعبانة وما لازم نأجل الحفلة. صحيح. لا تخاف ابني، أنا هون ورح أتولى كل شيء. ماشي، رح روح أجيب أخته سميرتي. ماشي. أنا بدي أتأكد من الأغراض. إيه طبعاً خالتي، خدي راحتك. كتير حلوة يا بطلة، طالعة بتاخدي العقل. بدل ما نعمل الخطبة بعتقد إنه لازم اتزوجك فوراً. شو؟ عن جد؟ موافقة؟ شو رأيك بهالأفكار؟ وشو رأيك تضل بعيد عني؟ الكل عم يتطلعوا علينا هلأ. إيه خليهم يشوفونا، جايين لهون ليشوفونا وجايبين هدايا. رح نعملن عرض كتير حلو. وقف. تهانينا لعلكن نيناتكن. تهانينا. شكرا كتير خالتي. كتير فرحت لكم. شكرا. أهلين. بتشكرك لأنه الفضل بيرجع إليك بفرحة العيلتين. شكرا. خلاص بلا رسميات، تعرف هالشي كرمال سعادة أروش وأختك أنت المستقبلية. أنت طلبت هالشي بطريقة حلوة، كيف متوقع أرفض؟ ماهي أنت طالعة كتير حلوة اليوم، بتمنى لك الخير. كتير حلوة الأولام إلا واضح. شايفة شو تعالي؟ إيه شايفة؟ مستحيل هذا الشيء اللي عم بيصير معي، ما بعرف شو لازم أعمل هلأ. يلا استمتعوا بهاليومين اللي بقيانين لألكن، انتوا رح تموتوا، هاي المرة رح أقتلكم بدون رحمة، وكل المشاكل تبعي رح تنتهي على الأخير. أنا كتير حسيت بالحاجة. مبروك. Thank you.
ليكي ماهي، عطيني هلا الصينية وروحي لهنيك. شوفي شو يلي عملتي؟ ما فيك تنتبهي أكتر؟ يعني مالك شايفة؟ كيف هيك صار؟ ما بعرف. انتبهي. نار! انتبهي نار! بسرعة! طفي النار بسرعة! بسرعة طفوها! يا جماعة مي بسرعة! طفوها بسرعة! خلص لا تخافي! ماما اهدي، خدي نفس، روقي بنتي. جيب المسج بسرعة. رجاء ارتاحي، ارتاحي شوي لو سمحتي، ارتاحي. سواتي قولي لي انت منيحة؟ كانت مرأة مو رجال، بس وقتها قدرت انه اعمل لها جرح برقبتها. بس كيف هيك؟ كمان في جرح على رقبتها من شو؟ معقول تكون هي اللي حاولت تقتلنا هديك الليلة؟ بس يا ترى ليش لا تعمل هيك؟ اهدو سواتي، جيبي لها مي بسرعة. يلا. شكرا. مبين انه هي عندها نفس الجرح على رقبتها، بس يا ترى كيف صار هالشي؟ معقول هذا الحكي؟ ولا أنا عم فكر بالموضوع بطريقة غلط؟ بس يا ترى نحن شو عملنا لها لحتى تعمل هيك شي؟ طيب هي ليش بدها تقتلنا؟ معقول أنا أكون غلطانة بحقها؟ خايفة يكون هالجرح يلي برقبتي مبين بوضوح، وإذا شافته ما هي أكيد رح انكشف. مو قدراني أصدق، لازم أحكي مع أنوراج بسرعة، بس هالمكان مانو مناسب لهيك موضوع. رح أروح على الحمام ماشي؟ بنتي اسمعيني، خديها على الحمام وإذا لزم أي شيء ساعديها فيه. شكرا كثير. شو هاد؟ الجرح مبينه بشكل واضح، بس ما يكونوا شافوا. إذا أنوراج أو ماهي انتبهوا تنكشف قصتي. لا روقي، عم فكر زيادة. لازم روق وما خاف. لا لا، مستحيل تكون ماهي شافته. إذا فعلاً شافته رح يكون في كتير تساؤلات. بس انزل، أكيد ما بتكون لاحظت. لو سمحت أنا ما رحت. أستاذ ليش تأخرت كل هالقد؟ أنت تأخرت علينا كتير. طولي بالك علي، ما بعرف من وين بلش. أنا ما قدرت شوف الحكيم، شفت غيره، بس طبعاً لقيته بصعوبة كتير كبيرة. رح يجي لهون فوراً، قال إنه رح نخلص المراسم على الوقت. بتوقع هي مناسبة فرح، بس شو صاير هون؟ وليش هيك حزينين؟ أستاذ في أخبار ما لها منيحة. سواتي غلطت من شوي وصارت مشكلة كبيرة. مو قدران صدق شو قلتي؟
طلعوا، الحكيم هلأ وصل. أهلا وسهلا. تحياتي. نحن كنا بانتظارك. تحياتي. رجاء نبلش لأنه الوقت رح يخلص. طبعا. يلا تفضلوا. تفضل. ليش ما عم أقدر أوقف تفكير بهذا الموضوع؟ معقول يكون شكي بمحله؟ ما هي؟ منيح ما صار شيء والنار ما أذت حدا. شو القصة؟ أنوراج، شو اللي صاير؟ قولي، شكلك متوترة، شو اللي صار؟ هو بصراحة منيح اللي خلصت هيك بسيطة. بحكي لك بعدين. وهي كل السلام. أنوراج، أروش، أسرعوا شوي وإلا بيخلص الوقت. يلا تعالي له. ليكي بنتي، وين شويت لانا؟ ليش ما أجيت؟ رح نبلش المراسم. رح شوفه وخليها تيجي. خليهم يبلشوا هنن. يلا. خالتي، كنت جاية لعندك. امشي، الخطبة رح تبلش. امشي. أنا ما لازم أسمح لأنه راجو ما هي يتزوجوا ابنهم. لازم أمنعهم من الزواج وبأي طريقة. خالتي، أروش. أمي يا جماعة، خير خير. حبي شوف شباب. دكتور، شو صار لها؟ ليش أغمى عليها؟ ما في داعي للخوف أبداً، لأنه وقت بينزل ضغط الإنسان ممكن يتعرض لهالشي. أعطيتها أبرة ورح ترتاح. طيب شكراً. بإذن. عمالك ماما، أنت منيحة؟ إيه. رجاء سامحوني، ما اكتمل هالشي بسببي. ما بعرف شو هادي اللي صار معي فجأة وليش أغمى علي. لا خالتي، ما في داعي تعتذري، لأنه هي غلطتي أنا. أنتي عانيتي كتير بسبب الشي اللي عملته اليوم. لا حبيبتي، أنتي ما غلطتي معي، ما كان قصدك تعملي هيك، كانت حادثة عرضية. وأنا يلي لازم أعتذر منكم، المراسم وقفت بسببي أنا. أسفة كتير. اسمعوا، رجاءً روحوا كملوا هالمراسم قبل ما يمضى الوقت. خالتي رجاءً، ما في أي داعي للرسميات، لأنه أنت جزء من عيلتنا هلأ ونحن ما فينا نعمل شيء. عن جد هذا لطف كبير منك، بترجاك عملوا مثل ما قلت لكم، روحوا كملوا المراسم هلأ. ما في مشكلة ماما، أنا رح أضل معك. أنتوا فيكن تروحوا تكملوا المراسم وأنا كمان رح أضل معك هون. وأخيراً اتصل، أكيد في شي مهم. المشاكل عم تقرب منك. هالشي مانو لصالحك، أوه كل شي عم يمشي لمصلحة أعدائك. في شي مهم بده يصير اليوم؟ أي حكيم، هدول رح يخطبوا هلأ. ما لازم يصير، ما لازم يصير هالشي أبداً. وإلا أنت رح تقربي من نهايتك وكتير كمان. منعيهن. من بعد إذنك حكيم، فيك تشوف جدول المواعيد تبعك وتقترح لنا موعد جديد للعرس؟ سبق وتأكدت لك من هذا الشيء يا أستاذ، ما فينا نعمله قبل، واليوم ما مشي الحال وهنن لازم ينتظروا كم يوم لحتى يعملوا عرسهم. بدي استأذن، لازم امشي هلأ. طيب معناتها خليني روح وصلك على البيت. ايه ماشي. تفضل. شكرا. حتى لو ما رح أعمل خطبتي اليوم، ما حدا رح ياخد مكاني، وارتباطنا ما رح يتغير بنوب بسبب التأخير اللي صار اليوم. أصلاً هي قوية، ما رح تقوى أكتر.
أنا رايحة أشوف راشمي وأحكي معها هلا. سواتي تعالي. يلا. شو اللي صار؟ أنا كنت عم راقبك، شكلك قلقان كتير. هو بعرف شو اللي زعجك، بدك تتزوجي، وخصوصاً إذا كان الشاب حلو كتير مثلي، فالشي الطبيعي بالنسبة إليك إنه تحسي بالقلق وتنزعجي. بس ولا يهمك، شو المشكلة؟ وإذا تأجلت خطبتنا كم يوم زيادة، ما حدا بيقدر يبعدنا عن بعض. شو؟ إذا ما كنتي منيحة خليكي هون بالبيت لترتاحي. لو سمحت احكي معها خليها تضل. ماما بترجاكي عادي ارتاحي، مانك منيحة. أنا كتير منيحة ابني، بدي روح على البيت ارتاح شوي. شوي لانا، انت لوين رايحة؟ انت لسه ما تحسنت منيح، لازم تطلعي لفوق وترتاحي. ابني ليش ما عم تحكي شي معه؟ خالتي انت ليش رايحة هلا؟ بترجاكي ارتاحي شوي، أنا راح وصلون رجاء. أنوراش ونحن كمان رح نروح مع خالتي. تفضلي خالتي، كلنا لازمنا رياحة هلأ. امشوا تفضلوا. شو قصتها معي؟ شكلها معصبة كتير، معقول في شي زعجة؟ ساريتا، انتي منيحة؟ اي مدام، انا كتير منيحة، بس أنا قلقانة على بناتي وكتير كمان، وخاصة على بنتي ماهي، لأنه لما يكون في شي منيح رح يصير بحياتها تطلع المشاكل فجأة. الواضح أنه بعمري ما رح أقدر أعيش وأنا مبسوطة. ماما لا تلومي حالك على اللي صار أبداً، نحن ما فينا نساوي شي. عم تصير معنا هالمشاكل بسبب شخص معين. شو قصدك بهالحكي ماهي؟ واضحة القصة أختي، في شخص عمل كل شي عن قصد لحتى يوقعنا بمشاكل. هذا الشخص ما بده يعني نرتبط لو شو ما كان الموضوع، وكمان عندي إحساس إنه هالشخص عنده مشكلة مباشرة معنا، ما بده يتم هالارتباط. أكيد هذا الشي ما صار عن صدفة، هذا الشخص ما بيطيق يشوفنا مبسوطين. صح الحكي خالتي؟ معي حق مو هيك؟ ايه يمكن معك حق بحكيك. شو بدنا بهالشي؟ بالمناسبة خالتي، هداك اليوم رجعتي على دلهي من رشيكيش بكير مو؟ لأنه صار في عواصف وقتها، منيح إنك ما علقتي بهالطقس وقدرتي ترجعي. خليني أقول الحقيقة لماهي، يمكن هالشي يساعدها هي عم تحاول تعرف شي معين. ايه صح، أنا لا كنت لا. ماما رجعت بتاني يوم، صح ماما؟ أنا كنت راجعة بس ما قدرت كمل، رحت أقدم شكوى بمركز الشرطة بريشيكيش وعلقت هنيك بسبب الطقس السيء. طيب فهمت. تفضلوا وصلنا. ساريتا، أنا بعتذر عن يلي صار. مو مشكلة يا مدام، انتبهي على حالك وطمنينا عنك. شكرا. يلا امشوا. السلام. مع السلامة. ماهي أنا خالتي، إذا أنت حاسة بالذنب من الشي اللي صار اليوم وأنه التغت خطبتي، أنا ما في مشكلة، رح نرتب قصة الخطبة ونعمل خطبة كبيرة ورح ننبسط.
خالتي، أنا قصدي ما في داعي تخافي هيك، كل شي تمام. بستأذن. متأكدة إنه في شي مو منيح عم يصير، أنا حاسة بهالموضوع، لازم أعرف الحقيقة. مو سهل إنكم تنتصروا علي، بدي أقتلكم اتنيناتكم وبدون رحمة، ورح أكون حريصة لأخلص منكم أنتو الاثنين. ماما خدي شربي الشاي رح تتحسني. يلا خدي، وأنا رح روح شوف ماهي. ماشي. هاد يمكن الأستاذ راح يوصل الحكيم عبيته. حلو، انتو الاثنين تفضلوا. تفضلي. فوتوا. ماما شوفي مين إجا. مرحبا. أهلين أنوراج. مرحبا. هذا أنت؟ خالتي ممكن شوفها لماهي شوي؟ يلا أنا رح نادي لها. ماهي ماهي تعالي لهون. شوفي ماما أنتي منيحة؟ إيه أنا تمام، بس في حدا تاني شكله مو منيح. أنوراج؟ ما هي بعرف اللي صار اليوم جرحك انتي وباقي عيلتك وكتير كمان، مو قدران افهم وين المشكلة اذا ما خطبنا اليوم. ما حدا بيقدر يفرقنا، ما حدا بنوب. انا اجيت لهون، وقبل ما تغيري رأيك انا بدي ياكي تكوني الي، بدي تكوني الي للأبد وهلأ. ولحتى أعمل هذا الشيء أنا ماني بحاجة لا للوقت ولا حتى المكان. ما هي بتقبلي تتزوجيني؟ إذا موافقة اقبلي هالخاتم. تقبلي تكوني خطيبتي؟ بتوعديني إنه نكون لبعض على طول؟ ماهي شوفي، في شي زعجك قليلي، شو صاير معك؟ ماهي عم راقبك من فترة وانتي صايرة عم تتصرفي بغرابة، بعمرك ما كنتي بهالشكل. ما في شي من هاد بصراحة، خفت كتير لأنك اجيت فجأة.
مثل مو شايف أنا أخجلانة بس. موافقة. عشو؟ موافقة أني أتزوجك ومستعدة أني أقضي كل عمري معك. ماهي، شو اللي صار؟ انت منيحة؟ ايه انا منيحة. من قبل عملت كتير شغلات لكون مرتاحة بخطوتي الجاية، بدي أخلص منكن أنتو الاثنين. وبعدين بدي أعيش حياتي. ما كان لازم يصير هيك. أنا شو عملت؟ هي انكسرت. ماهي، ماهي، بنتي ماهي، فتحي عيونك. ماهي سواتي، روحي جيبي كاسة مي بسرعة. ماهي، ماهي ردي علي. ماهي، ماهي عم تسمعيني؟ ماما خدي هاتي. ماهي بترجاكي فتحي عيونك. ماهي، ماهي ردي علي. ماهي رح تكون منيحة. خالتي اهدي شوي، أنا رح أخذها على المستشفى. أنت هلأ عم تمرق بمرحلة حساسة وصعبة كتير كمان. الخطر عم يزداد عليكي كل ما مرق الوقت أكتر، وكل ما قربوا أعدائك من بعضهم كل ما قربت نهايتك أنت أكتر. كمان أنت لهلأ ما عم تعرفي تتصرفي أبداً. بس اسمعني، أنا عملت كل شيء قلت لي عليه بس ما نجحتي لهلأ، صحيح؟ يا ريت تقلي شو لازم أعمل. شو؟ ما هي أغمي عليها وقت أنوراج حط الخاتم بإصبعها؟ رح أرجع حاكيك بعدين. أروش؟ داخت وقت حط الخاتم مو؟ أروش سمعني. أروش كان كل شي طبيعي. هي ما كان فيها أي شي أبدا، بس وقت حطت الخاتم بإصبعها داخت فورا وفجأة هيك فقدت وعيها. وهلأ نحن بالمستشفى وناطرين التقارير تبعها، إذا عرفت شي بقلك فورا. حتى بعد يلي صار اليوم أنه راج راح وتقدم لها، وبعدين ما هي أغمى عليها، ما بعرف إذا هالشي لصالحي. ماشي حبيبتي، بترجاك انتبهي على حالك، خليني أعطي لعبي كل شي، كمان إذا لزمك شي اتصلي وبيجي. طيب ماما انت منيحة؟ تعي نروح ناكل. بعتقد انه لازم نروح على المشفى. ماني مرتاحة ابدا. خلص بقى ماما، هي مرضت بهذا الوقت، انا بعرف كل هالعيلة بيحبوا يبالغوا بكل شيء، ومو عبالي روح لهنيك ابدا. أروش شو ما بتفهم؟ هدول قرايبينا وامرهم بهمنا كتير. رح نروح. ماما كل شي رح يكون تمام، انتي لا تفكري بشي. خالتي لو سمحتي لا تخافي، ما هي رح تكون بخير، هي محاربة رح تحارب هاي المشكلة وتطلع منتصرة منها، ورتاني قوتها منك انتي مزبوط، فمنشان هيك لا تفكري بشي.
كل شيء رح يكون بخير. سيد أنوراج. أيوة. اسمعني لو سمحت، أنا بكون الدكتور اللي فحصها لماهي هلأ. هي تعرضت لنوبة رعب عادية، ما بظن أنه في شيء بيخوف أبدا، لأنه صحتها منيحة. بس ممكن تخبرني شو يلي صاير معها بالضبط؟ شو يلي خلاها تنصاب بهيك نوبة؟ ما صار أي شيء رعبها هيك، ما فهمت ليش هي إجتها هالنوبة فجأة. دكتور إذا فاقت ماهي نحنا فينا نشوفها شوي؟ بالتأكيد، بس لازم ترتاح، هي ما لازم تتعرض لأي ضغط. ولا يهمك، أكيد دكتور رح ندير بالنا. بالإذن. شكراً دكتور. شكراً. ماما، الدكتور قال إنه ما لازم نخلي ماهي تتوتر أبداً. إيه إيه ساريتا، ضلي جنبها ولا تتركيها، بس هذا الحكي وقت تتعافى. ماما أنا منيحة وحبك لإلي بيساعدني لأتعافى بسرعة. حياتي كتير خوفتيني عليكي، ولو أنت صار لك أي شيء أنا ما كنت بعرف شو بدي أعمل. كيف ممكن يصير لي أي شيء وأنتوا كلكن حوالي وبتحبوني؟ ما بيصير لي شيء. طلعي قديش شجاعة هالبنت، أحياناً التصرفات تبعك بتخوفني وكتير كمان. ماما أنا منيحة بلا هالبكي هلأ. أنت بتعني العالم كله بالنسبة لإلي. أنت وسواتي بدي تكونوا سعيدين وبأمان، هذا كل اللي بدي إياه أنا. ماهي شفتي تمثيلة؟ بتعرف تمثل منيح، حتى بتقدر تمثل دور بطولة بشي فيلم. شو رأيك؟ رح ناخدها عمون بي؟ بلا هالمزح، أنتم ما بتفهموا قلق الأم على أولادها. بس لهلأ أنا ما قدرت أفهم ليش أغمى عليكي هيك. حتى أنا يا أستاذ ما بعرف شو هو السبب، بس ما بعرف ليش إجاني شعور غريب وقت حطيت الخاتم بإصبعي. ماهي صار شي؟ ها؟ وقت اللي حطيت الخاتم بإصبعي حسيت كأنه في شيء، ورجعت المنامات ترافقني. ماهي وأنا بتجيني هاي المنامات أحياناً بحس إنه في شيء غريب بيربطنا، بس هذا مو الوقت المناسب لقلك هالموضوع، بقلك شو بيصير بعدين. عكلاً مو مشكلة، أنا مبسوطة بشغلة حالياً وهي أني انخطبت. طيب مو ممكن أغمى علي من الفرحة؟ يعني أنت بتحبيه لأخي كتير، بدك تضلي معه حتى لو هالشي أثر على صحتك؟ بتمنى أنك تكوني بخير. أي أنا منيحة. شكراً كتير، عزبتوا حالكم وجيتوا لتطمنوا على ماهي. كتير منيح نعرف قديش في بحياتنا عالم بتحبها لماهي. نحنا خفنا كتير وقت قدرينا باللي صار، كنا عم نقول منيح أسعفتوها. وأنا قلت له لأروش لو كانت صحتي ممنيحة لازم نزور ماهي. ساريتا أكيد أنا بفهم شعور الأم قديش صعب وقت بيمرض حدا من أولادها، بس ما في داعي تخافي، كلنا معك وواقفين جنبك. شو عم بيصير هون؟ ليش الكل موجود هون؟ لازم تتركوا المريضة ترتاح، فيكن تدخلوا لعندها واحد واحد ولو سمحتوا تقيدوا بقوانين المشفى، وإلا ما رح نسمح لحدا يفوت. نعتذر أنسي. ماما روحي على البيت مع السيد شارما، أنا بضل مع ماهي. مالي رايحة لمكان، بدي ضل مع بنتي ماهي بهاليوم الصعب. لا ماما، اللي بيضل هون عنده شغل كتير وانتي رح تتعبي هيك، خليني ضل هون وانتي روحي. لا لا انتو بتروحوا وانا رح ضل هون. خلص بكفي هيك، كلكن روحوا على البيت انا رح ضل هون، بالنهاية هي زوجتي المستقبلية، مسؤوليتي دير بالي عليها، ومثل مو شايفين كان اليوم صعب علينا كلنا، اكيد بتكونوا تعبانين، لهيك رجاء روحوا على البيت ارتاحوا وانا بضل هون. بس ابني طول ما ماهي بهالحالة ما رح أقدر نام،
وبما أنه أنت وماهي بتكون تتزوجوا قريباً، ماهي رح تعيش معك بعد الزواج، لهيك خليني أقضي وقت مع بنتي قبل ما تتزوج. ماشي، بعد كل هالحكي اللي حكيتيه ما تركتي لي شي قوله. قضي الليلة مع بنتك اللي بتحبيها، مثل ما قلتي أنا اللي لازم أتحملها بعد ما نتزوج. طيب بالإذن منك. ماهي ديري بالك على حالك وما تاكلي هم شي، قومي بخير وسلامة، بعدين منزوجكن اتنيناتكن. أكيد رح أتعافى وبعدين رح صارحك وقل لك شو عم يخطر لي، لأنه بدي أتعلم منك أنت، وكمان لازم ننهي بعض الأمور اللي لسه ما انتهت لهلا. شو قصدك بهالحكي؟ الملاكمة، بدي كمل الملاكمة. لساتني بطلة مو هيك؟ وانتي خدمتيني بهالقصة كتير، وهلأ اجا دوري لردلك هالمعروف. ماهي الملاكمة لا تفكري فيها، ديري بالك على حالك حالياً، ركزي على صحتك. اتفقنا؟ ايه يا جماعة لازم نمشي، تفضل. يلا ماما. بالإذن. كلي هي بسرعة، افتحي تمك. ماما بكفي هيك، مو قدرانة آكل. كتير ذكية، قالوا لنا خلص الصحن قبل ما تاخدي الدواء، فهمتي؟ كلي. خدي هي. ماما ارتاحي هلأ، وأنا رح خبرك وقت اللي بيلزمني الشي، لا بضلي فايقة كل الليل. ارتاحي بقى. لا تاكلي همي، بس تتعافي بقدر نام ارتاحة. بس هاي الأفكار كانت عم تجيني من أيام طفولتي كمان، ما بعرف ليش، بس لازم أتجاهله ونركز على معرفة حقيقة شوية لانا وهي ليش بدها تقتلنا.